الحلقة الأولى من تفسير جزء عامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم في تفسير كتاب إتقان تفسير ابن كثير لجزء عامة. هنبدأ بتمهيد هام في التفسير، والتمهيد دوت بيتكون من مقدمة وثلاث أبواب. المقدمة بتقول إيه منهج التفسير اللي احنا هنتبعه واللي اتبعه ابن كثير، وما قصة حياة ابن كثير. وعندنا ثلاث أبواب. الباب الأول، لماذا نحرص أن نكون من أهل القرآن. الباب الثاني، كيف نصبح من أهل القرآن. الباب الثالث، أسئلة هامة. طيب نمسك أول حاجة، ما منهج التفسير اللي احنا هنتبعوه واللي اتبعه ابن كثير. منهج ابن كثير حدده بيقول في بداية المقدمة، بيقول فإن قال قائل فما أحسنه طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. دي رقم واحد عنده. طيب ما لقيتش، يبقى بالسنة. ما لقيتش، يبقى بأقوال الصحابة. ما لقيتش، بأقوال التابعين. ده المنهج بتاع ابن كثير، نحن بنشرح بالأثر. طيب إحنا المنهج بتاعنا إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنبدأ بالمستوى الأول، فنجعله تفسير في صلب الموضوع، سهل واضح بقول واحد، ولن نتوسع في أي قضايا تانية. جت قضية لغوية مش هنتوسع فيها، بلاغية مش هنتوسع فيها، فقهية مش هنتوسع، فيش أي توسعات. هو المعنى الآيات وترابطها وخلاص. وبعد كده هنخش في المستوى التاني. المستوى التاني هنشوف بقى إيه الأقوال التانية اللي احنا ما خدناهاش والرد عليها، ليه ما خدناهاش والرد عليها. طيب ده منهجنا ومنهج ابن كثير. طيب تاني حاجة في المقدمة، ايه قصة حياة ابن كثير؟ تبدأ قصة حياة ابن كثير من اول ما واحد اسمه عمر ابن ضو ابن كثير. الرجل ده عمر ابن ضو ابن كثير كان ساكن في دمشق، وتتلمذ على ايد معظم العلماء زي النووي والفزاري اللي موجودين في دمشق. المهم تعين الرجل ده خطيب في قرية من قرى بصرة اسمها مجدل. اما راح تعين هناك خطيب، لقى بنت حلوة هناك صالحة تقية، جوزها وخلف منها صبيان وبنات. اول ولد خلفه اسمه عبد الوهاب، واخر ولد خلفه اسمه اسماعيل. عبد الوهاب ده ابوه بدأ يعلمه في القرية، واسماعيل ده كان لسه مولود. عدت 3 سنين يدوبك اسماعيل بدأ يتحرك في البيت. الأب اللي اسمه عمر ابن ضوء ابن كثير ميت، فعبد الوهاب خد أمه واخواته سنة 707 هجريا وراحوا على دمشق. أما راحوا على دمشق راحوا عند أهل أبوه. جاه عبد الوهاب مسك أخوه الصغير، كان أخوه الصغير بدأ وصل 7-8 سنين، وقال له أنا أعلمك وأسسك زي ما أبويا أسسني، وشد عليه وفضل معاه واحدة واحدة لحد ما اداله فرض العين في العلوم. أما اداله فرض العين في العلوم، الولا بقى مستوعب العلوم بيحبها، وده درس بنستفيد منه، إن الأسرة الضاغطة شرط من شروط البراعة، إن لازم الأب والاب اللي ولي الامر يضغط على العيال الصغيره، ويبقى على طول لطلب ان الولد يتاسس في العلوم الشرعيه، مش يحفظ القران، لا يتاسس في العلم، يفهم العلم كله. والقران ده كده كده يعيش وقته، مش لازم نضغطه حفظ القران. طيب تاني بعد كده قال ابن كثير يا اسماعيل يا اخويا روح اتعلم على ايد العلماء. روح اتعلم على ايد علماء عصره كلهم في دمشق. وكان اكتر اتنين اثروا فيه الحافظ ابو الحجاج يوسف المزي رحمه الله، وده اللي وده اللي حمله على المذهب الشافعي، واتجوز بنته. والحافظ ابو عبد الله محمد ابن احمد الذهبي، ودول برضو من الناس اللي حملوا المذهب الشافعي، ولكن ارتبط جدا بشيخ الاسلام ابو العباس احمد بن تيميه رحمه الله، وتاثر به حتى انه الف كتاب اسمه مناقب ابن تيميه. وسمع نصيحة ابن تيمية في آخر عمره، إن ابن تيمية قال يا ليتني انشغلت بكتاب الله. فوجد فقال خلاص أنا انشغل بكتاب الله.
طيب هتنشغل بكتاب الله، راح مسك كتب التفسير، فوجد ان معظم كتب التفسير يا معتزله يا اشاعره يا فلاسفه وناس عندهم شطحات كفريه، ولم يجد لاهل السنه الا كتب قليله جدا. ووجد ان المرجع الوحيد عند اهل السنه الجامع هو تفسير ابن جرير الطبري. ولكن ابن جرير الطبري دوت عنده مشكلتين، اول مشكله انه ضخم جدا جدا جدا، تاني مشكله انه بيحط اقوال ياما وبيرجحش، غالبا يقول الاقوال كلها صح. فراح ماسك كتاب ابن جرير الطبري ده ولخصه في تفسير ابن كثير، وبعد ما لخصه خلى كتاب تفسير ابن كثير ده كان بادئ اول حاجه مجلد واحد، حط قولين ثلاثه اللي هم الاقرب وبدا يرجح فيهم. وبعد كده بعد ما ألف كتاب ابن كثير دوت، تفسير ابن كثير اللي احنا بنشرحه دلوقت، حطه قدامه وبدأ يشرح كتب السنة كلها. فمسك تفسير الإمام حنبل شرحه بالتفصيل، وهو بيشرح مسند الإمام أحمد أي حديث خاص بالتفسير شاله وحطه في تفسير ابن كثير، وجاب تفسير الإمام أبي بكر مردوي وتفسير الإمام عبد بن حميد وتفسير إمام ابن المنذر، وقرا كل ده وبقى ياخد كل كتاب يقراه يشيله ويحطه يشيل اهم حاجه فيه يحطه في التفسير. والعلم بقى ان معظم الكتب اللي هو خد منها الكتب دي ضاعت، وجزا الله خير ابن كثير ان هو حافظ على المعلومات اللي هو نقلها من ده. المهم ثبت اصبح الكتاب بتاعه مرجع أحاديث الإسراء كلها والمعراج متجمعة عند سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أحاديث فضل آل البيت متجمعة إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وفضل طول عمره يجمع في الكتاب، وده درس نتعلمه، كتاب واحد تعيش طول عمرك تألفه وتخليه بارع أفضل ما تألف ألاف الكتب. ابن كثير ليه عشرات ومئات الكتب، بس الكتاب اللي لاقى منه عناية كبيرة جدا كتاب التفسير، لذلك ربنا يبارك فيه قال السيوطي له التفسير الذي لم يؤلف على نمط مثله. طيب والإمام ابن كثير لم يترك علم إلا صار فيه وألف فيه وبارك الله له فيه، ومات في سنة 774، يعني مات وعنده حوالي 74 سنة حوالي كده يعني. وكان موصي يدفن في مقبرة شيخ الإسلام ابن تيمية، وجنازته كانت حافلة. ونستفيد من قصته إن لازم الواحد يبدأ بفرض العين الأول، ما يخش في الأقوال زي ما عبد الوهاب عمل مع ابن كثير اللي هو إسماعيل أخوه. تاني حاجة إنك لازم تتواصل مع علماء المدن، تسكن عندهم يا إما يكون بينك وبينهم واسطة تنقلك المعلومات بتاعتهم، ودلوقتي دي موجودة ياما الوسائط دي. تالت حاجة لازم ان احنا نضغط على ابنائنا ونطالب ابنائنا ان هم يبقوا علماء، فالأسرة لها دور كبير جدا. الرابع حاجة ان انا اعمل عمل واحد بس جدا اتفوق فيه، ابرك من ان انا ما اعملش اعمل 50 عمل ويكونوا كلهم متوسطين. طيب بعد كده نخش في الباب الأول، لماذا نحرص على أن نكون من أهل القرآن. ده نعرف في الحلقة الثانية من تفسير جزء عام. جزاكم الله خير.